السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، لكم متابعين لقناة عبد الصمد الجزولي. اليوم إن شاء الله والحمد لله وصلني هذا المنتج من موقع بانجود، وعبارة عن جهاز هوت اير به هوت، يعني الهوت لإخراج الهواء الساخن، ومعه كاوية جيدة. سنقوم بفتحه وعمل له مراجعة بسيطة للتعرف عن هذا الجهاز، ومن أراد أو أعجبه يمكنه شراؤه من موقع بانجود، الرابط ستجدونه أسفل الفيديو. إذا الجهاز يكون بهذا الشكل. إذا سنخرج جميع الأجهزة أو ما يأتي معه حتى نرى جيدا محتواه. نعم، بهذا الشكل، لاحظوا معي. فالجهاز عفوا يأتي بهذا الشكل. إذا هذا الصندوق إن صح التعبير، فهو يأتي على هذا الواجهة، وهذا الصنف خاص بالكاوية، وهذا الصنف خاص بالبوق أو جهاز الهوت اير، يعني إخراج الهواء الساخن. أيضا كما أن تمت إضافة له شاشة، يعني لتحديد مستويات الحرارة سواء للهوت اير تقريبا أو للكاوية. ثم نأتي إلى الخلف ونجد إضافة جميلة جدا جدا. عفوا مشاهدينا الكرام، إذا كما نلاحظ هنا فتمت إضافة منفذ USB في الخلف. هذا المنفذ USB عندما قمت بتجربتي يخرج 5 فولت، يعني يمكننا شحن الهواتف من جهاز الهوت اير أو الاير شو إن صح التعبير. إذا فهنا يعني هنا يتم تركيب البوق، نعم بهذا الشكل، ثم هنا يتم تركيب أداة التلحيم هنا، نعم هنا بشكل جيد. وهذه أداة التلحيم هي معروفة ومشهورة، ف يعني تعمل بشكل جيد، نعم. وهذا مثبت أداة التلحيم بهذا الشكل، لاحظوا معي، هذا مثبت أداة التلحيم. يعني كلها، يعني أجهزة الهوت اير كلها تقريبا متشابهة، يبقى الاختلاف في الجودة صراحة، يعني يبقى الاختلاف في الجودة. نعم، هذا لا عفوا، هذا مثبت البوق، مثبت البوق يتم تركيبه هكذا في هذا المكان. نعم، فأنا لا أريد استعماله الآن صراحة، فقط أريد أن أبين لكم بعض المعلومات عن هذا الجهاز فقط. يعني هذا هكذا بهذا الشكل، لاحظتم معي بهذا الشكل. نعم، وهذه أبواق، أبواق إضافية يعني يتم تركيبها هنا. وصراحة تقريبا هذا هو أحسن بوق غالبا أشتغل بهذا المقاس. نعم، بهذا المقاس، نعم بهذا الشكل. فنعم، لتشغيله لا بد من توصيله مع الكهرباء، هذه أمور يعرفها الجميع. ثم بعد ذلك نضغط على زر في الخلف، زر في الخلف ها هو موجود هنا بهذا الشكل. إذا عندنا مفتاح، هذا المفتاح هو خاص بجهاز البوق أو إخراج الهواء الساخن، وهذا خاص بأداة التلحيم الكاوية، الكاوية. نعم، وهنا شاشة تبين لك، يعني مثلا لاحظ ما إذا ضغطنا هنا، فهنا الحرارة تم ضبطها على 480، إذا أردنا خفضها، عفوا أظن بأنه علي تقريب الشاشة قليلا، عفوا. إذا كما تلاحظون فهنا نقوم بخفض وزيادة الحرارة، حرارة أداة التلحيم، أداة التلحيم، وهذا مفتاح خاص بأداة التلحيم فقط الكاوية، نقوم بإطفائه هنا. هذا خاص ببوق الهوت اير، يعني نتحكم في الحرارة من هنا ونقوم بخفضها من هنا. نعم، لاحظتم معي، من هنا ونقوم بإطفائه من هنا. هنا نقوم بتحديد مستويات الحرارة أو مستويات مثلا الهوت اير، مثلا هذا مستوى نضبطه على 300 حرارة، هنا 350، هنا مثلا 400، يعني على حسب المسألة التي أو الدائرة التي تريد الشغال عليها، هل تحتاج حرارة كثيرة أم قليلة إلى آخره. إذا الآن سنمر أسفل الميكروسكوب ونقوم بتجربته وإزالة وتركيب بعض المركبات الإلكترونية حتى نرى هل بالفعل يشتغل بشكل جيد أم لا. إذا نقوم بتجربته ونتوكل على الله. إذا مشاهدينا الكرام، الآن نمر إلى تجربته ونقوم بتركيب هذا البوق بهذا المقاس. صراحة هذا هو المقاس الذي غالبا أشتغل به ويعجبني هذا المقاس. والآن نمر إلى ضبط الحرارة بهذا الشكل، إن لاحظوا معي، عفوا، نقوم بضبط الحرارة على مثلا، عفوا، نقوم بالزيادة، بالزيادة على 360 380، نعم بهذا الشكل، لاحظوا معي، لاحظوا معي،
لنضبطها على 380 وسنرى. نعم وسنرى، عفوا. نعم هي الآن. إذا مشاهدينا الكرام، صراحة سنقوم بإكمال الفيديو رغم أنني كنت سأقوم بعدم نشره، ولكن فكرت سأقوم بنشره. فعندما يعني قمت بزيادة الحرارة وبإعدادة الحرارة من هنا، تبين لي بأن الهواء يشتغل ولكن الحرارة لا تشتغل. إذا مسألة شرح بسيط فقط، فالهواء تخرجه هذه المروحة بهذا الشكل، فهناك جهة هوت اير تكون به مروحة، وهناك نوع آخر تكون به مضخة بشكل آخر، كلاهما ينتجان نفس الفكرة. هذه المروحة الصغيرة غالبا إذا كانت تكون هنا في المقبض، أما إذا كانت مضخة كبيرة تكون داخل العلبة، داخل العلبة لا مشكل، يعني الهواء شغال ولكن الحرارة لا تخرج. فالحرارة تنتج من خلال هذا، عفوا سأزيل، تنتج أو تخرج عندما يصطدم الهواء بهذه السلك الحراري أو المقاومة الحراري بهذا الشكل. لاحظوا معي، إذا لاحظتم هنا، لاحظوا معي يوجد تقطيع، يعني هذا حتى وأنه جديد ولا زلت لم أستخدمه، يوجد تقطيع في هذه المنطقة مما جعل الحرارة لا توجد، لا توجد. فصراحة سأقوم بإصلاحه وسأجرب، رغم أنه جديد يعني سأقوم ب يعني أن أقوم بهذه النقطة، أن تلتقي مع هذه النقطة حتى تكتمل الدائرة، لأن هناك حدث فصل أو تقطيع في الدائرة، لن نحصل على حرارة. إذا سأقوم بإصلاحه ثم بعد ذلك نجرب. إذا الآن سننتقل إلى عملية الإصلاح رغم أنه جديد. إذا مشاهدينا الكرام، سنقوم ب يعني بمحاولة توصيل هذا مع هذا بهذا الشكل حتى يحدث التماس. نعم بهذا الشكل، نعم، أو نعمل عقدة جيدة حتى لا ينفصل فيما بعد، ثم بعد ذلك ستصبح الدائرة تشتغل، لأنه عليها أن تصبح ساخنة أو حمراء قليلا، و عندما ترتفع حرارة هذه الأسلاك يجب أن يصطدم معها الهواء لتخفيف الحرارة حتى لا ينقطع. فغالبا هناك من بين الأسباب التي تجعل هذه الأسلاك تتقطع، إما أنها تكون ساخنة ويسقط فجأة، أو تبقى دائما تسخن دون هواء مما يجعل حرارتها ترتفع بشكل كبير جدا جدا. إذا سنقوم ب يعني التقاء أو دمج هذه الدائرة مع هذه الدائرة حتى تصبح الدائرة مغلقة وليست مفتوحة. إذا مشاهدينا الكرام، أنا الآن يعني قمت بإصلاح الدائرة وغلقها من جديد، يعني التقاء الأسلاك مع بعضها البعض. إذا الآن سنقوم بتجربة بسيطة، يعني نعم سنوجه المروحة تجاه هذه الأسلاك حتى لا يحدث أي احتراق، ونوصل الكيبل أو نقوم بالضغط على المفتاح ونرى هل سيشتغل أم لا. لاحظوا معي، ها قد عادت تشتغل من جديد، إن كما تشاهدون أصبحت حمراء. إذا هذا يدل على أن الجهاز الهوت اير تم إصلاحه والحمد لله. لاحظتم معي، إذا الآن سنقوم بجمع الجهاز الهوت اير من جديد ونقوم بإكمال الشرح وتجربته على المركبة الإلكترونية. صراحة جهاز هوت اير معتبره متوسط، كما تشاهدون هناك حدث احتراق على هذه الجلدة التي أو الطابية التي أشتغل عليها. إذا نقوم بالجمع والمواصلة. إذا مشاهدينا الكرام، بعدما قمنا بإصلاحه وجمعه فعاد الآن يشتغل، والآن سنمر ونقوم بتجربته على بعض الأيسيهات، على بعض الأيسيهات ونرى هل يعمل بشكل جيد أم لا. يعني صراحة قمت بزيادة الحرارة حتى وصلت إلى 440، والآن سنقوم بتجربته ونرى هل من نتائج. إذن سنقوم بإزالة هذا الآي سي ونرى. إذن تابعوا معنا. نعم. إذن كما تشاهدون في البداية لابد من تحسس المكونات التي توجد بجانب الآي سي، من خلالها نعرف هل الحرارة أو
الاي سي وصل الى حراره يعني تمكننا من ازاله الاي سي. اذا كما نشاهد هناك تاخر، هذه هي الملاحظه الاولى، هناك تاخر في وصول الحراره. صراحه لا اخفيكم سرا ولا فائده في المماطله، مع الاسف الشديد هذا الجهاز الهوت اير لم يعجبني، هذا الهوت اير لا انصح به. هنا يطرح السؤال، هل هذه النسخه فقط التي اتت عندي هي معطله او بها مشكل رغم انها اشتغلت، ام ان هذا المنتج كله هكذا؟ صراحه لم يعجبني وهذا هو اخر كلامي، وتبقى يعني عملت له مراجعه وقلت الحقيقه، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.